عن جد هات رموا هذول مو خير طلع عليهم عازله حديد عملناه قوس وحط لبسناه على العازله اخي عندنا الطرقات هون مسكره ورحنا على الدفاع المدني قطاع حارم وسلقين رحنا لعنده نطلب منهم بس يفتحوا لنا الطرقات هون على المخيمات مشان المنظمات تجي لعند هالعالم تشوف الخيم شلون واقعه فوق روسنا رحنا لعنده ما فعلوا يجوا يفتحوا لنا الطرقات بس هلا عم بيقطعوا شجر بياخذوا بيشيلوا بالتركسات وبياخذوه هين ما انهم فاضيين لحتى يجوا لعنا يفتحوا لنا الطرقات هذولي مشان تجي هالعالم تشوف على خيمنا شلون واقعه فوق روسنا بس ما انهم فاضيين هنون شوف تع شوف شوف الطرقات مسكرة علينا لا خبز لا مي لا شيء ولا شيء يعني. إنه ثلاثة أيام على كثافة هالثلج عنا هوني هاي والبعدة بعدين هنا فيها قمر